إرشادات التمريض العاجل. النوبة القلبية. من أعراض النوبة القلبية الذبحة الصدرية. 1- آلام حادة وضاغطة في منتصف الصدر، ألم بأحد الكتفين أو كليهما، وقد يصعد الألم حتى الرقبة والفك السفلي والذراع الأيسر أيضا. 2- قد يحدث الألم بين عظمتي اللوح بظهر المصاب. 3- قد يشعر المصاب بآلام عسر الهضم في المعدة. 4- قد يكون المصاب شاحبا مع زرقان بالشفتين والأظافر. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة كليات التمريض في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور 16 من برنامج العباقرة. في موسم عباقرة التمريض، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريض هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في المرحلة الأولى كل نقطة ب5000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. العباقرة تمريض برعاية وزارة الصحة والسكان، جليان الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء، وبشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 27 مليون و400 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول كلية مشرفانا في الاستوديو من محافظة البحيرة، نرحب كلية بكلية تمريض جامعة دمنهور. هيمثل جامعة دمنهور في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتبتدي منهم 4. احساس النهاردة احساس جميل جدا ان انا جاي العب ماتش، خلاص يعني تحصيل حاصل ان احنا فوزنا وصعدنا دور الثمانية. الحقيقة العباقرة فرقت معايا في حياتي كتير جدا، يعني كم النوليدج اللي انا اخدته فرق معايا في كل حاجة. حتى لو احنا كنا جايين النهاردة مرتاحين، بس برضو احنا جايين برضو على الفوز ان شاء الله رب العالمين، ان احنا ان شاء الله لازم نفوز بإذن الله. الدور اللي بقدمه بنك الأهلي فكرة هائلة جدا، ان هو بيدينا فرصة كشباب واحنا لسه في الاول ان احنا نقدم حاجة حلوة لبلدنا لتطوير المستشفيات الحكومية. اما كلية تانية واللي هتنافس وبقوة للحصول على 3 نقط بتوع ماتش النهاردة من محافظة القاهرة، نرحب كلنا بكلية تمريض جامعة الأزهر. هيمثل جامعة الأزهر في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. استعدت لماتش النهاردة بأن أنا حاولت أشوف كل الديفكتس اللي كانت عندنا وحاولنا نصلحها، وإن شاء الله هنأدي سكور كويس بإذن الله. استعدينا بأن إحنا ركزنا على النقاط اللي إحنا وقعنا فيها قبل كده، حاولنا يكون في يعني تواصل بيننا أفضل بإذن الله، وعشان نحقق أعلى سكور. أنا كان نفسي إن إحنا نحقق سكور أعلى من كده عشان نقدر نساعد البنك الأهلي في إنه يقدر يطور أكتر في المستشفيات ديت. مبسوطة ان انا شاركت في برنامج زي برنامج العباقرة وان الفرصة جات لي، والحمد لله يعني سعيدة جدا سواء خسرنا او كسبنا، فديت حاجة مفرحاني. اسئلة من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقة. ما هو الوريد المسؤول عن نقل الدم المحمل بالمواد المهضومة من الجهاز الهضمي الى الكبد؟ اجابتك. ما هي العلامة التي تلاحظها الأم وتدل على حدوث نزيف للطفل بعد عملية استئصال اللوستين؟ العباقرة كليات التمريض 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: سفينة إنجليزية شهيرة غرقت في المحيط الأطلنطي عام 1912،
فما اسمها؟ تشالنجر. إيمان. خلاص خلاص باخد الإجابة الأولى. خلاص إيمان إجابة خاطئة. تايتانيك. يا الله هدى. تايتانيك. إجابة صحيحة طبعاً. تايتانيك هي الإجابة الصحيحة. لما نهور هتختار مين اللي بتدي الأول؟ هم إن شاء الله. جماعة الأزهر هتبتدوا الأول إن شاء الله. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. جامعة الأزهر عندنا سؤال في جغرافيا، في جوكر جغرافيا. والسؤال هو: ما هو الاسم الآخر للدولة التي تعرف رسميا باسم نيذرلاند؟ ما هو الاسم الآخر للدولة التي تعرف رسمياً باسم نيذرلاند؟ خمس ثواني. إيمان سعد إجابتك. تايلاند. إيمان للأسف الشديد إجابة خاطئة. بص السعادة، بص السعادة. سعيد سعادة يا ربي، إيه الجمال ده؟ تفضل. هولندا. حطت عينيك أنت على الباس بلاير. أنا عارف. لا والله. لا لا أنا عارف. والله الإجابة طالعة من عندي. خلاص أنا فاهمك. علي هولندا أكيد إجابة صحيحة. هولندا الإجابة صحيحة. أول عشر نقط لجمع الدمنهور. عندك سؤال في جغرافيا. جغرافيا والسؤال هو: ما هي عاصمة دولة ليسوتو؟ ما هي عاصمة دولة ليسوتو؟ جميل جدا. محمد مهنا وهيام لسه بيتناقشوا، بس هدى خدت القرار خلاص. هي هدى وعلي فريق، ومحمد مهنا وهيام فريق تاني. واثقين بالإجابة. هدى إجابتك. مسيرو. إجابة صحيحة. مسيرو هي الإجابة الصحيحة. كده نتيجة 20 دمنهور. الأزهر عندك سؤال في التاريخ، في جوكر. تاريخ. والسؤال هو: استضافت مستشفى بيلتس هيلستاتن أحد الزعماء وعالجته أثناء الحرب العالمية الأولى، فمن هو؟ استضافت مستشفى بيلتس هيلستاتن أحد الزعماء وعالجته أثناء الحرب العالمية الأولى، هو مين؟ ثلاث ثواني. خسارة جدا. في إجابة؟ علي إجابتك. هي تخمين. هتلر. إجابة صحيحة. أدولف هتلر هي الإجابة الصحيحة. 30 جامعة دمنهور. عندكم سؤال في التاريخ، تاريخ. والسؤال هو: من هو قائد المسلمين في معركة وادي لكة التي حدثت سنة 92 هجريا في الأندلس؟ عشر ثواني. إجابتك. عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل، عشان قلت الأندلس بقى عبد الرحمن الداخل. علي إجابة خاطئة. محتاجين عشر نقط. عبد الرحمن الغافقي. إجابة خاطئة. زائد عشرة أو ناقص خمسة. عقبة بن نافع، طارق بن زياد، موسى بن نصير، الوليد ابن عبد الملك. إيمان خدت الرزق، والحقيقة مش قادر ألومك. أنت عارفة ليه؟ لأن أنتوا محتاجين نقط. إجابتك. الوليد ابن عبد الملك. إيمان للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة طارق ابن زياد. ناقص خمسة
جامعة الأزهر. وعندكم سؤال في الأدب، أدب، والسؤال هو: من هو الكاتب الصحفي الراحل الملقب بالأستاذ؟ كانوا ساعتها بيعتبروا كمان العقل المدبر جمال عبد الناصر. مين يا إيمان؟ أحمد حسن الزيات. إيمان للأسف الشديد إجابة خاطئة. علي، إجابتك يا علي. محمد حسين هيكل. لا أستاذ إلا هيكل، إجابة صحيحة. محمد حسين هيكل الكاتب والصحفي الراحل. علي صبري، إجابتك صح. 40 جامعة دمنهور، الأزهر، ناقص 5. أدب لدمنهور. أدب، والسؤال هو: من هو شاعر العامية الراحل مؤلف ديوان الأرض والعيال؟ مين اللي ألف الأرض والعيال؟ عايز أشوف الورقتين اللي رايحين دول اتقابلوا مع بعض باسم واحد ولا لا. علي، إجابتك. عبد الرحمن الأبنودي. ده اللي مكتوب على الورقة؟ مصدقك. علي صبري، إجابة صحيحة. أول دواوين الخال عبد الرحمن الأبنودي. وبكده النتيجة جامعة دمنهور 50، الأزهر، ناقص 5. سؤال في العلوم، في شكر؟ عشرين ثانية. إيمان وإيمان محتاجين تتكلموا مع بعض انتوا الأربعة. علوم، والسؤال هو: مرض فيروسي نسفي ينتقل عن طريق بعوضة أديس في وسط إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فما هو؟ مرض فيروسي نسفي ينتقل عن طريق بعوضة أديس في وسط إفريقيا وأمريكا الجنوبية، فما هو؟ آية. ملاريا. الملاريا. الملاريا للأسف الشديد إجابة خاطئة. في إجابة؟ علي، إجابتك. فيروس زيكا. إجابة خاطئة. زائد 20 أو ناقص 10. الحصبة، الحمى الصفراء، الجدري، شلل الأطفال. مين هياخد الريسك؟ هيام خدت الريسك. إن شاء الله صح. بجد؟ إن شاء الله. إجابتك؟ الحمى الصفراء. إجابة صحيحة. برافو عليك. طبعا طبعا الحمى الصفراء. برافو عليك يا هيام. نتيجة 70 دمنهور، ناقص 5 الأزهر. كان لازم تاخدوا الريسك. هي الحمى الصفراء، كنت أدرس بس. آخر سؤال في الفقرة في العلوم لجامعة دمنهور، في شكر؟ لا. علوم، والسؤال هو: ما هي المتلازمة التي يتطور فيها تحالف نفسي لدى الرهائن مع خاطفيهم؟ في فور فندتا، جون كيو، الجميلة والوحش. يبقى ناس بتخطف وبعد كده المخطوفين يتعاطفوا معاهم. متلازمة ايه؟ ما فيش اجابة، خلاص. يا ترى في اجابة عند جامعة الازهر؟ مش هتخسري حاجة يا ايمان، ما فيش خسارة. اجابتك؟ ممكن نقول اموشنال سندروم، حاجة زي كده. ايمان، اجابة خاطئة. 4 اختيارات، يا زائد 10 يا ناقص 5. والاختيارات قصادنا على الشاشة: كاليبتو، داون، ستوكهولم، تيرنر. مين هياخد الريسك؟ طبعا متلازمة ستوكهولم. النتيجة في نهاية الفقرة 70 جامعة دمنهور، ناقص 5 جامعة الأزهر. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية.
مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 65 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 325 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. حضرتك راضية عن المنظومة اللي بتتم في بورسعيد دلوقتي؟ المنظومة اللي بتتم في بورسعيد هي منظومة مبنية على نجاحات والبيست براكتس بتاع أحسن دول في العالم، وعلى رأسها النظام الصحي الإنجليزي. وإحنا استرشدنا وكان معنا البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجايكا لأول مرة في تاريخ اليابان في الجايكا، إن أنا قلت له مش هبعت حد للدراسات في اليابان، على اليابان إنها تيجي تقعد معانا. عندنا 5 خبراء بقالهم حوالي 7 شهور قاعدين في بورسعيد، ومعانا خبراء دوليين من البنك الدولي ومن أحسن شركات إدارة عايشين معانا. منظومة الصحية بورسعيد منظومة متكاملة الحمد لله. حتى دلوقتي إحنا بنشتغل على إيه؟ طب واللي ما اشتغلش في التأمين الصحي بورسعيد بنعيد هيكلته بأحسن ما يمكن، اللي هو الجزء الوقائي وتنظيم الأسرة، الخدمات الوقائية وصحة البيئة في بورسعيد اللي مش تبع التأمين الجديد بنعمل لها دلوقتي قاعدة هيكلة وتطوير في القوى البشرية ونظام الأجور والمراقبة. النظام في بورسعيد أنا مش هقول حلو ولا وحش، روحه للمواطن، المواطن اللي في بورسعيد اللي كان أقصى حلم لي يعمل أساسيات الجراحة العامة، لوز ولحمية وأقصى حاجة في الرمض مية بيضة. دلوقتي في كل جراحات كمان في بورسعيد، جراحات القلب المتخصصة للكبار، في كل أنواع الجراحات المتخصصة، لدرجة أن الناس في القاهرة ودمياط والمحافظات دي عايزة تروح تاخد الخدمة في بورسعيد. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف، الخميس والجمعة والسبت الساعة 6:30 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.